إذن مشاهدينا الكرام، فقد تابعنا مع حضراتكم هذا المؤتمر الصحفي لتوضيح رؤية الدولة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية. بالتأكيد هناك الكثير من النقاط التي أثيرت خلال هذا المؤتمر الصحفي التي سيتم مناقشته خلال هذه التغطية، لكن قبل ذلك إلى حضراتكم هذا الخبر العاجل. فقد اجتمع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات، حيث وجه الرئيس السيسي بما يلي: تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات. تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة. وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في منحة مبادرة مصر الرقمية، والتي تستهدف أوائل خريجي الجامعات المتخصصة، فضلا عن البدء الفوري في مبادرة أشبال مصر الرقمية، والتي تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد عرض الدكتور عمرو طلعت تطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مركز تصميم الإلكترونيات الذي سيحتضن الشركات المتخصصة في هذا المجال. كما اطلع السيد الرئيس على نشاط مراكز إبداع مصر الرقمية في مرحلتها الأولى، موجها سيادته بالانتهاء من مراحلها المتبقية في مختلف محافظات الجمهورية. أضاف المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور التحول الرقمي وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، بما في ذلك مشروع الرقم القومي للعقارات، وكذلك تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها. تم أيضا استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح وزير الاتصالات أن الحكومة قد أتمت رقمنة كل الملفات الورقية في جميع الوزارات والجهات الحكومية، والتي بلغت حوالي 150 مليون وثيقة. بالعودة مشاهدينا الكرام إلى المؤتمر الصحفي الخاص بوضع وتحديد ملامح الفترة القادمة خلال هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة، أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وجود تكليف من الرئيس السيسي بإعلان خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وخلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من الوزراء لتوضيح رؤية الدولة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، قال مدبولي إن العالم يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عشرينيات القرن الماضي. كما أكد رئيس الوزراء أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية هي التي ساعدت الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا وتقليل الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب انتهاء جائحة كورونا وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية، شهدت مصر انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري تحقق من خلالها على مستوى الصادرات البترولية 45 مليار دولار، ونمو بلغ 6% وزيادة في إيرادات قناة السويس. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت إجراءات حماية اجتماعية لتخفيف تأثير الأزمة العالمية على المواطنين. وكشف رئيس الوزراء أن الدولة ستطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية كي تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المصري.
والآن لمزيد من التفاصيل والمتابعة وتحليل والنقاش حول هذا المؤتمر والقرارات الهامة التي جاءت في هذا المؤتمر ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور علي برحب بك في البداية على شاشة إكسترا نيوز. إذن يبدو أن هناك مشكلة في التواصل أو في الاتصال مع دكتور علي، سنعود ونحاول مرة أخرى الاتصال به، ولكن الآن نستكمل أهم قرارات هذا المؤتمر الصحفي، حيث أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة كانت حتمية، مشيرا إلى أنها وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل. وأكد مدبولي أن المدن الجديدة كانت ضرورة من أجل استيعاب الزيادة السكانية، مشيرا إلى المشروعات القومية التي وفرت 5 ملايين فرصة عمل. لفت مدبولي إلى أن الدولة تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات من 30% حاليا إلى 65% من خلال العمل على تحسين مناخ الأعمال. كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم الإعلان بصورة رسمية عن وثيقة سياسات ملكية الدولة قبل نهاية شهر مايو الجاري، مضيفا أن هناك قطاعات ستخرج منها الدولة خلال 3 سنوات وقطاعات أخرى ستستمر الدولة بها ولكن مع تقليل نسبتها، وهناك قطاعات أخرى لابد من الاستمرار بها لأنها محورية وتخص الدولة. كما أكد رئيس الوزراء أنه سيتم التوسع في إصدار ما يعرف بالرخصة الذهبية خلال الفترة المقبلة، حيث تمنح موافقة واحدة فقط للمشروع، وأشار إلى أنه تم اختيار عدد من المجالات للبدء بها. وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على خطة واضحة لتقليل الدين الخارجي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تقليل الدين الخارجي. أضاف مدبولي أن الحكومة تتوقع توريد 10 ملايين طن قمح من المزارعين، وأشار إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات من أجل دعم المزارع وزيادة السعة التخزينية للصوامع. كما أشار مدبولي أن الدولة عملت على توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية واحتياطي القمح يكفي 4 أشهر. إذن الآن لمزيد من التحليل والنقاش حول المؤتمر ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد في البداية برحب بك معنا على شاشة إكسترا نيوز. الحقيقة مؤتمر مهم للغاية في هذه الفترة، أتى بالكثير من القرارات والعديد من التوضيحات المختلفة والإجابة عن كثير أيضا من التساؤلات. هذه الإجابات وهذه القرارات كيف ترسم ملامح الفترة القادمة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي تحدث عنها في البداية دكتور مصطفى مدبولي؟ بالتأكيد في البداية مساء الخير لحضرتكم، مساء الخير لسادة المشاهدين في كل مكان. أعتقد أن النهاردة المؤتمر الصحفي العالمي الذي تم اليوم أعتقد وضح كل الإجراءات التي تمت وتم اتخاذها خلال الفترات الماضية ورؤية الحكومة المصرية خلال الفترات القادمة لمواجهة تداعيات الأحداث العالمية، سواء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها أو الآثار السلبية المصاحبة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. أعتقد أنه وضح كثير من الأمور واستعرض كثير من الأرقام، استعرض إجمالي الاستثمارات الموجودة. قبل 2013 كان الوضع بالنسبة لمصر كان معدل البطالة وصل 13.2%، كان معدل النمو كان لا يتجاوز 2.2%، صافي الاحتياطات لا تتجاوز 13.6 مليار دولار، عجز الموازنة كان بلغ 13%، تراجع تصنيف مصر 6 مرات،
النهارده بعد كل هذه بعد الاصلاح الاقتصادي اللي تم، وبعد كل حجم الاستثمارات اللي تم في البنيه التحتيه اللي تمت على ارض الواقع، بنلاقي الارقام اختلفت كثيرا برغم جائحه فيروس كورونا وبرغم تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه. بنجد معدل البطاله وصل ل 7.2%، معدل النمو وصل ل 5.6%، الاحتياطات من النقد الاجنبي وصلت ل 44 مليار دولار، عجز الموازنه 6.3%، تصنيف الائتماني المصري تم تثبيته بموجب الثلاث وكالات المتخصصه في استعراض التصنيف الائتماني المصري عند بي موجب بنظره مستقبليه مستقره. حجم الاستثمارات في البنيه التحتيه هائل، التداعيات والافكار والرؤى وطرحها للراي العام في مصر وكيفيه مشاركه القطاع الخاص وكيفيه مشاركته من خلال تملك وثيقه مصر اللي تم استعراضها اليوم والعمل على جذب استثمارات ب 40 مليار دولار، كل ديت كانت ارقام مهمه، كل ديت بالاضافه للمخزون مصر الاستراتيجي من القمح ومن السلع التموينيه يكفي لاكثر من 4 شهور، كل ده استعراض لما هو الوضع الاقتصادي في مصر. وهذا هو السؤال التالي بالفعل دكتور خالد، الى اي مدى هذه المكاشفه وهذا العرض مهم في هذا التوقيت؟ بنشوف ان مصر النهارده بتتعرض لحمله شرسه وهجوم شرس من بعض القنوات المتخصصه او الناس اللي ليس لهم لا يحلو لهم ان يجدوا مصر ويروا مصر من ضمن افضل الاقتصاديات على مستوى العالم، لا يحلو لهم ان يروا مصر بتتقدم وتسير بخطى ثابته نحو الافضل، لا يحلو لهم ان يجدوا مصر قادره والاقتصاد المصري قادر له المرونة الكاملة على التعامل مع الأزمات العالمية التي تحدث وتعصف باقتصادات عالمية. النهاردة كل ديت فكان لابد من هذه المصارحة ولابد من توضيح الحقائق الكاملة أمام الرأي العام العالمي مش في مصر بس. أعتقد كان هذا المؤتمر مطلوب، ومطلوب استعراض الرؤية المصرية، ومطلوب استعراض ما تم من إنجازات على أرض الواقع، وما هي فكر الحكومة خلال الفترة القادمة، وكيفية تبني الأفكار والرؤى للفترات القادمة من خلال استعراض رائع بالأرقام وبالتوضيح التفصيل لكل المشاركات وكل يعني من خلال كل الأنشطة أو من خلال استعراض لكل أنواع بحضور الوزراء المختصين في كل في وزارته. أعتقد المصارحة كانت مطلوبة، الوضع مطلوب، مصر النهاردة لديها يعني اكتفاء ذاتي من القمح يكفي إلى نهاية هذا العام، مصر النهارده قادره على جذب استثمارات لاكثر من 40 مليار دولار من خلال مشاركه القطاع الخاص ورؤيته، مصر النهارده بتوفر النهارده للشركات الناشئه من خلال الاونلاين كيفيه انشاء المعوقات اللي كانت موجوده وتحدث عنها رئيس الوزراء. اعتقد دكتور خالد انا عذرا طبعا على المقاطعه، ولكن ساستوقفك عند نقطه القطاع الخاص وتعزيز دور القطاع الخاص، وهي نقطه مهمه حضرتك ذكرتها ودكتور مصطفى مدبولي اكد عليها وعدد من الوزراء في هذا المؤتمر. بشكل مبسط، ما اهميه هذا القرار وفكره استهداف الدوله زياده حصه القطاع الخاص في الاستثمارات الى 65% من خلال العمل على تحسين مناخ الاعمال خلال هذه الازمه التي نعيشها الان؟ مطلوب عشان يبقى دعم مشاركة القطاع الخاص لابد من تبسيط الإجراءات الحكومية من خلال التراخيص ودورة الحصول على التراخيص، حددها بفترة لا تتجاوز ال 22 يوم خلال فترة المحددة يوم عمل لاستصدار كل التراخيص المطلوبة أو الرخصة الذهبية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء عشان تكون تجب كل الرخص أو كل الإجراءات المطلوبة. أعتقد أن تسيير الإجراءات في الحصول على الرخص المطلوبة، سرعة إنهاء إجراءات الشركات وتصريح أو ترخيص الشركات سواء الناشئة أو شركات الفرد أو الشركات أونلاين اللي تحدث عنها معالي دولة رئيس الوزراء، قال لك إن الشركة النهاردة ممكن أعمله أونلاين بدون مقر علشان أقدر إن أنا أستفيد من خبرات وقدرات هؤلاء الشباب
في مزيد من الدعم وتوفير ما يحتاجونه من اجراءات وتراخيص لازمه لاصدار هذه الشركات. النهارده عشان اقدر اساهم وييسر للقطاع الخاص بشركته ومساهمته في التنميه المستدامه اللي موجوده، لابد من تبسيط الاجراءات، لابد مزيد من الاستثمارات اللي موجوده والمنح الاستثماريه اللي تم استعراضها النهارده، ومن ميزات الاستثمارات تم اضافتها ويتم اضافتها على قانون الاستثمار المطبق، سواء بالنسبه للاستثمار في العاصمه الاداريه الجديده او منطقه الاقتصاديه او في صعيد مصر، وعلى وجه التحديد هي المنطقه قلب اللي اعطاها ميزه استثماريه علشان تستقطب مزيد من المستثمرين سواء المحليين او الاجانب للتمتع بميزه قانون الاستثمار في ذلك. اعتقد النهارده الرؤيه كانت واضحه، التوضيح والتبسيط للاهم ما هي الاماكن المطلوب الاستثمار فيها، واعتقد ان ده على الوقت دقه وقت تحديد تم ايضاحه وتم استبيانه. اعتقد كل الحاضرين او قدروا او العالم كله قدر النهارده، المستثمرين قدروا النهارده من خلال الفكر المتطور اللي تم استعراضه النهارده والرؤيه الواضحه الشامله والشفافيه في عرض واستعراض كل البيانات وكل الارقام، اعتقد النهارده ده يعني مثال فخر لكل المصريين اللي ما يحدث النهارده وشفناه. وكان هناك الكثير من الاجابات على الكثير من التساؤلات، ربما ايضا غير المتخصصين كانوا يتساءلون عنها، يعني على سبيل المثال الطمأنه بان هناك احتياطي القمح يكفي 4 أشهر، هذه نقطه هامه بالنسبه للجميع سواء اقتصادي او غير اقتصادي. لكن دعنا نتحدث عن الشان الاقتصادي بشكل اكثر تفصيلا والحديث عن الدين الخارجي، ودكتور مصطفى مدبولي تحدث عن الاجراءات التي تتخذها الحكومه في هذا الشان. الدين الخارجي قال ان احنا واصل في موازنه 2023 الى 90%، واعتقد ان هو في خلال الفتره القادمه سوف يعمل على تخفيض معدل الدين الخارجي الى معدل الناتج المحلي الى ما دون 78 او 77% على وجه التحديد. كل ده من خلال زياده تنوع القطاع الاقتصادي او الاقتصاد المصري تنوعه وكبر حجمه، ده بيعطي الاولويات من خلال مشاركه القطاع الخاص ومن خلال زياده حجم الانشطه ومن خلال زياده حجم الناتج المحلي الاجمالي بيعطي الثقه لدى المستثمرين. التنوع الدين الخارجي بالاضافه برضه انت ذكر تنوع الدين الخارجي ما بين في السندات سواء بالنسبه ساموراي او باليوان الصيني او باليورو او بالدولار الامريكي دون اعتماد على الدولار الامريكي، واعتقد تنوع الدين الخارجي في مصر ما يعني اعتقد ان خطوه يعني تصب في صالح الاقتصاد المصري. تخفيض حجم الدين الخارجي اعتقد برضو كل ديت لها دلالات وعلامات لكثير من المستثمرين وكثير من الوكالات العالميه ان هي تجد الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابته نحو المؤشرات المتعلقه بالاقتصاد الكلي، اعتقد بتحقق الافضليه لصالح الاقتصاد المصري. نعم، دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخله. ونتحول الان مشاهدينا الكرام الى زميل عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز، وهو كان حاضرا ايضا في هذا المؤتمر الصحفي وكان لديه عدد من الاسئله. بعد التحيه عوض، حدثنا عن الاجواء والاسئله التي تبعناها على الهواء مباشره، والى اي مدى كانت هذه الاسئله ضروريه بالنسبه للسائل، وايضا الاجابات كانت شافيه ووفيه بالنسبه للمتلقي بعد ذلك. مظبوط دعاء، وذلك ما يؤكد الحضور المميز والبارز للغاية لوسائل الإعلام الأجنبية والعربية في هذا المؤتمر الصحفي، وأعطي لها الفرصة والأولوية للإجابة على تلك الأسئلة أو اللي اتاحت لها فرصة قوية للإجابة على كل الأسئلة تقريبا المعنية بتعامل الدولة المصرية مع الأزمة المالية العالمية التي أثرت في عدد كبير من الاقتصاديات العالمية، حسب وصف رئيس الوزراء الذي بدأ مؤتمره الصحفي بالتحدي مع أي خبير اقتصاد في العالم أن
يضع تصور لإنهاء هذه الأزمة من حيث التوقيت الزمني، مؤكدا على أن مصر وضعت في رؤيتها وأجندتها التعامل مع هذه الأزمة كما تعاملت من ذي قبل مع أزمة كورونا والتي أثرت أيضا على عدد كبير من الاقتصاديات في العالم، إلا أن مصر نجت من هذه الأزمة بفضل عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها عبر السنوات الماضية. لكن نعود إلى بداية كلمة رئيس الوزراء اليوم في هذا المؤتمر الصحفي بأن هذه المبادرة، مبادرة هذا المؤتمر الصحفي، جاءت من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما حضر إفطار الأسرة المصرية. استجابت الحكومة المصرية بعقد هذا المؤتمر هنا في هيئة الاستثمار، وربما مقر حضور هذا المؤتمر الصحفي أو انعقاد هذا المؤتمر الصحفي رمزية مهمة للغاية على تقديم كل التسهيلات الممكنة لجذب عدد كبير من المستثمرين المصريين في المرحلة القادمة. حضور هذا المؤتمر الصحفي عدد كبير من أعضاء أو لجنة أعضاء المجموعة الاقتصادية، نتحدث عن وزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة بالإضافة إلى التخطيط والتعاون الدولي وحضور الهيئة العامة للاستثمار، كل تحدث في ملفه، ولكن كانت أغلب الأحاديث تذهب الأسئلة كانت تذهب إلى رئيس الوزراء بشكل مباشر. بدأ حديثه عن أهمية الإصلاحات التي عملت عليها الدولة المصرية في المرحلة القادمة، ولولا هذه الإصلاحات الكبيرة التي تحملها المواطن المصري ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. إكسترا نيوز كان لديها سؤالان سألته بالنسبة لمطالبة عدد من نواب البرلمان عن تأجيل المشروعات القومية، قال لا، لن يتم تأجيل أي مشروع قومي، وهذه المشروعات ستخدم الدولة المصرية بشكل مباشر، لكن ستعمل الدولة والحكومة من خلال مؤسساتها المختلفة على توفير المواد الأولية التي تحتاجها هذه المشروعات القومية ويحتاجها أي مستثمر في مصر. السؤال الثاني كان حول عن التعاون مع البنك المركزي. عوض، عذرا على المقاطعة، لكن طالما أنك تحدثت عن المشروعات القومية، سيادة رئيس الوزراء أيضا في بداية المؤتمر الصحفي كان يتحدث عن أهمية هذه المشروعات وأنه بالفعل لا يمكن التخلي عن هذه المشروعات بكافة السبل. مضبوط، وأكد على أن هذه المشروعات القومية وفرت خلال السنوات الماضية 5 مليون فرصة عمل للمواطن في مصر، فبالتالي هذه المشروعات تمثل قيمة حقيقية ومضافة للاقتصاد القومي. وتحدث على أن لولا المشروعات المتمثلة في النقل لتحولت القاهرة عاصمة الدولة المصرية إلى جراج مفتوح حسب توصيفي أو جراج ضخم حسب توصيفي، وكذلك لولا العمل في المشروعات الخاصة بالطاقة، نتحدث هنا عن الكهرباء، ومذكرا ومنشطا الذاكرة أيضا بما كانت عليه الأوضاع في عام 2012 13 وحجم الانقطاعات الخاصة بالكهرباء. الآن أصبح لدى مصر وفر كبير من الطاقة تقوم بتصديره إلى الدول الإقليمية في المنطقة، وأيضا المشروعات الخاصة بالغاز والاكتشافات الموجودة، وكانت مصر لديها شح في الغاز، باتت الآن تصدر الغاز إلى الخارج، وأصبحت هي أهم المصادر الخاصة بمصادر الغاز في العالم، وأصبحت مركزا لوجستيا عالميا في هذا الإطار. ومؤكدا على أن المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الدولة المصرية ذاهبة إلى عدة مشروعات أو مناحي، المنح الأول هو التعليم والآخر خاص بالصحة والبنية التحتية. أيضا من الأمور التي أعلنت اليوم عن دخول عدد كبير من الشركات الناجحة والمميزة في مصر في البورصة، وهذا سينشط البورصة المصرية وسيعطيها قيمة ومركزا إقليميا مهما للغاية، وسيفتح شهية عدد كبير من المستثمرين سواء الإقليميين أو الدوليين للدخول إلى السوق المصري، مؤكدا على إنشاء وحدة جديدة تابعة لمجلس الوزراء، ستكون هذه الوحدة منوط بها التفاعل المباشر مع أي أزمات تواجه المستثمر المصري أو الأجنبي، وستكون هذه الوحدة تحت إشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء. أراضي باتت متاحة لكل المصنعين وأراضي صناعية، تحدثت وزيرة التجارة والصناعة، لأن هذه كانت أزمة مرحلة منذ فترة طويلة، المصنع يأتي والمستثمر يأتي ليقيم مشروعا فيجد هناك إشكالية وبيروقراطية في الحصول على الأراضي التي سيقيم عليه مصنعه، الآن كل هذه الأراضي باتت متاحة. نعود للسؤال المهم الذي سألته، وأيضا السؤال الثاني الذي سألته إكسترا نيوز رئيس الوزراء عن التعاون والعلاقات التي تتم مع البنك المركزي. تعلمين دعاء بأن البنك المركزي هي مؤسسة وطنية خالصة لديها كل الصلاحيات، ما الذي يتم في التعاون مع في مسألة الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل وتعكف عليها الدولة في اتجاه مواجهة الأزمة العالمية الخاصة بتداعيات فيروس كورونا أو متلاهم للأزمة الأوكرانية؟ تحدث رئيس الوزراء بأن التعاون مستمر وقائم ومثمر في عدة جوانب، وربما أهمها هو توفير كل السيولة المالية لأي مستثمر يريد أن يخرج من السوق المصري، وهذه رؤية واستراتيجية تعمل عليها الدولة المصرية وتعطيها أولوية دوما، وهذا ما يزيد مساحة الثقة مع المستثمر في التعامل مع السوق المصري، يأتي أينما أراد،
يذهب أينما أراد مع يعني تقديم كل التسهيلات الممكنة. الرخصة الذهبية هي أمر جديد أيضا وشيء مبشر للمستثمرين الذين يتابعوننا الآن. هناك رخصة ذهبية وهو ما يعني الرخصة الموحدة التي يتم من خلالها تقديم كل هذه التسهيلات، وستذهب يعني هي ستذهب إلى عدد كبير من القطاعات والصناعات، لكن ستكون الأولوية في سلاسل اتجاهات: العمل في البنية التحتية، العمل في قطاع الخاص بالسيارات الكهربية، ومصر ذهبت في شوط كبير في هذا الاتجاه، والأمر الأخير خاص بإنتاج الهيدروجين. بمناسبة قرب استضافة مصر للمؤتمر العالمي للمناخ في شرم الشيخ، مصر أصبحت الآن ذات مركزا قويا في هذا الاتجاه، وهناك عدد كبير من الاطروحات الخاصة بالتعامل مع القضايا الخاصة بالمناخ والاستثمار في هذا المجال، فبالتالي ستعطي أولوية كبيرة في هذه النقطة. استراتيجيا أو لوجستيا عفوا، سيكون هناك أيضا ميزة نسبية أو أفضلية في الأماكن التي سيتم فيها الاستثمار، كما حسب ما وصف رئيس الوزراء المنطقة ألف، والمعني بها هنا بالدرجة الأولى الاستثمارات في منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية والصعيد. الصعيد المصري سيكون هناك اهتمام رغم كل هذه الأزمات الاقتصادية العالمية. طيب عوض عذرا على المقاطعة، أنا طبعا بشكرك على هذا الشرح الوفير والملخص والمبسط لهذا المؤتمر، ولكن نقطة أخيرة أريد أن أتحدث معك عنها، وهي بما أن هذا المؤتمر جزء مهم منه هو إيضاح الكثير من النقاط للمواطنين أو طمأنة المواطنين حول هذه الأزمة العالمية الراهنة، هل لك أن تسرد لنا بشكل بسيط وسريع أهم النقاط التي ركز عليها دكتور مصطفى مدبولي بخصوص توفير السلع الغذائية، الحماية الاجتماعية، مخزون القمح الحالي، وأيضا الشهادات المطمئنة من المؤسسات الدولية أو العالمية؟ مظبوط. دعيني أبدأ بمسألة موضوع القمح. يعني كثير من وكالات الأنباء والصحفيين يتحدثون عن توفير المحصول الاستراتيجي من القمح 14 أشهر. الإجابة حتى نهاية العام، وليس 14 أشهر. 14 أشهر بالنسبة للقمح الذي تم اشتراؤه من ذي قبل، لكن لدينا محصول محلي لأول مرة سيقفز أو يقترب من 6 مليون يعني أرداب، محصول إنتاج وفير يزيد عن العام الماضي نحو 1 مليون، فبالتالي هذا المحصول سيصل بنا إلى نهاية هذا العام. وكان سؤال مهم للغاية لوزير التموين تحدث فيه، هل نحن الآن بصدد شراء قمح؟ لن نشتري قمح، يعني نعم. مصر لن تقوم في هذا التوقيت بشراء قمح، لأن لدينا ما هو متوفر حتى نهاية العام القادم، فلماذا نزيد العبء على موازنة الدولة المصرية؟ هذا هو السؤال المهم الذي ربما يتابعه عدد كبير أو مهتم بعدد كبير من المواطنين. ماذا عن المواطن محدود الدخل؟ ما هو موقفه بالنسبة لتعامل الحكومة المصرية في ضوء هذه الأزمة، على اعتبار أننا اليوم نعلن عن عدد كبير من الإيجابيات والمميزات للمستثمر؟ الحماية الاجتماعية بالنسبة لبرنامج الدولة في الرؤية القادمة والموازنة القادمة قادم بل زاد، يعني هو قائم بل زاد بنحو 130 مليار جنيه. تم إضافة أيضا 450 ألف أسرة مصرية لبرنامج حياة كريمة. الأزمة العالمية القائمة إن كان لها تأثير نسبي على عدد من الصناعات والمصنعين، لن هناك التزام من الحكومة المصرية تجاه رجال الأعمال الذين يملكون هذه المصانع بعدم الاستغناء عن أي مواطن أو أي موظف أو أي عامل في كل هذه القطاعات. فبالتالي كان هناك جزء كبير من حوار رئيس الوزراء في هذا المؤتمر الصحفي معني بالمواطن المصري. الرقابة على أسواق جزء مهم جدا، عمل الدولة المصرية طوال الوقت من خلال الحكومة على توفير كل السلع الاستراتيجية المهمة التي يحتاجها المواطن المصري. نعم. هذا هو ملخص المشهد بالنسبة لهذا المؤتمر الصحفي المهم، والذي سيكون له ما بعده إن شاء الله من مزيد من ثقة المستثمر في أداء الحكومة. أنا الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا مراسل أكشن نيوز الزميل عوض الغنام، كنت معنا من أمام مقر انعقاد هذا المؤتمر الصحفي الخاص بوضع ملامح الخطة خلال المرحلة القادمة خلال هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة العالمية. أنا بشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى. والآن مشاهدينا ننتقل إلى هذا الهاتف، حيث ينضم إلينا الآن دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور علي برحب بيك في البداية على شاشة أكسترا نيوز، والحقيقة سأبدأ معك من فكرة توضيح دكتور مصطفى مدبولي أن هناك مؤشرات إيجابية من المؤسسات الاقتصادية العالمية خاصة بالاقتصاد المصري أو صمود الاقتصاد المصري أمام هذه الأزمة العالمية الراهنة. ما هي المؤشرات والدلائل التي أدت إلى هذه الشهادات وهذه الطمأنة أيضا أو هذا الاطمئنان من المؤسسات العالمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين الكرام. خلينا نقول يعني يمكن هناك عديد من الشهادات الدولية الإيجابية في الاقتصاد المصري، جزء منها كان مرتبط بالتصنيف الائتماني
والقضاء الائتمانية للاقتصاد المصري، وده واضح جدا من استقرار التثبيت للتصنيف الائتماني. ويمكن عشان نوضح اكثر الجزئيه ديت، يمكن معالي رئيس الوزراء كان تحدث عن جزء مرتبط بالهوت ماني او الاموال الساخنه، وازاي ان حصل تخارج لاكثر من حوالي 20 مليار دولار خلال فتره قليله الماضيه، وازاي ان الدوله كان عندها اصرار كبير جدا ان هي تلبي رغبات بعض المستثمرين في عمليات التخارج. وده نقطة مهمة جدا، بمعنى ان دايما سؤال كتير من المستثمرين الاجانب سواء حتى كانت استثمارات مباشرة او غير مباشرة دايما عن عمليات التخارج قبل حتى عمليات الدخول لاي اقتصاد، وازاي ان الدولة بتأكد انها عندها من القدرة وعندها من الالتزام ان هي في حالة رغبة اي مستثمر اجنبي في عمليات التخارج ان هي قادرة على الوفاء بكافة التزاماتها ليه. وده اللي حصل بالفعل مع حتى عمليات التخارج، ومع كمان استقرار للاحتياطي الاجنبي بالرغم من عمليات التخارج الكبيرة جدا. ده كله اكيد انعكس على الوضع الائتماني للاقتصاد المصري والتوقعات الإيجابية بشأن القضاء الائتمانية للاقتصاد المصري. جزء آخر مرتبط بمعدلات النمو الاقتصادي، إن هي يحصل فيها نوع من أنواع التحسن، وده يمكن جاي مع تراجع كبير جدا في معدلات النمو الاقتصادي عالميا، وده كانت نقطة برضه مهمة جدا، دليل على إن الدولة مستمرة في مشروعاتها وإنتاجها، وإزاي إن هي كمان بتدي مساحة كبيرة جدا للقطاع الخاص إن هو يبقى موجود بقوة. وده يمكن كمان كان واضح خلال المؤتمر في عديد من النقاط المهمة اللي تم التأكيد عليها. يعني خلينا نعم، وعلى ذكر القطاع الخاص دكتور علي، يعني في البداية حضرتك تحدثت عن الهوت ماني كما يقال عنها، وأن كان دائما هناك طمأنة لأصحاب رؤوس الأموال على هذه الأموال وكيفية التخارج حتى قبل الدخول. ونحن نتحدث أيضا عن أن الدولة الآن تستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص من 30 إلى 65%، وكمان الحديث عن الرخصة الذهبية. إلى أي مدى هذا مؤثر على مناخ الاستثمار في مصر؟ كان مهم جدا ان الدولة بعد ما اكدت في عديد من التصريحات، بداية طبعا من فخامة رئيس الجمهورية لغاية الحكومة اللي كلها بتأكد على ملف ده، ان يكون هناك آلية واضحة وخطوات واضحة لدخول وزيادة نسبة القطاع الخاص. ومن هنا كان هناك نقاط مهمة جدا، جزء منها وصفة ملكية الدولة، وازاي ان معالي رئيس الوزراء كان بيؤكد على ان هناك عديد من المشروعات والقطاعات اللي هتبتدي الحكومة تتخارج منها على ان يحل محلها القطاع الخاص. جزء تاني مرتبط بسوق الاوائل المالية والبورصة، وازاي ان كمان يتم تقديم عديد من الطروحات الحكومية خلال الفترة القادمة، وده هيدي مساحة للأفراد لعملية الاكتتاب في هذه المشروعات. ازاي كمان ان الدولة ابتدت ان هي كمان تتحرك على ملفات كانت خلينا نقول بتمثل معوقات لدى القطاع الخاص، سواء جزء مرتبط بحل المنازعات، وازاي ان فخامة رئيس الوزراء أكد على ان هناك وحدة هو المشرف عليها بشكل مباشر خاصة بحل كافة المنازعات اللي بيواجهها المستثمرين سواء كانوا محليين او اجانب. جزء اخر مرتبط بملفات زي الاراضي الصناعيه والحوافز اللي بيتم تقديمها للمستثمرين، دي كلها كانت نقاط تم التاكيد عليها. ومن هنا ده بياكد على ازاي ان الدوله بتقدم ايديها للقطاع الخاص وبتحاول ان هي ترفع من نسبه مساهمته داخل الاقتصاد المصري. هربط الموضوع دوت بحديث فخامة رئيس الجمهورية في افطار الاسر المصريه عندما اعلن عن استثمارات بحوالي 10 مليار دولار لمده 4 سنوات، نتحدث عن اجمالي 40 مليار دولار كاستثمارات مشتركه ما بين الحكومه وما بين القطاع الخاص. وبالتالي ده كله بياكد على ان الدوله بتدي مساحه اكبر للقطاع الخاص وللاستثمار في عديد من القطاعات اللي ممكن تكون كمان جاذبة للاستثمار.
دكتور علي، المشروعات القومية كانت حتمية، وربما هذه كانت أحد تصريحات دكتور مصطفى مدبولي خلال هذا المؤتمر، وربما كان هذا ردا على العديد من الانتقادات أو التساؤلات الخاصة بفكرة المشروعات القومية التي تحدث على مدار السنوات الماضية. كيف من الممكن أن تكون هذه المشروعات مؤثرة وضرورية، وأيضا سنلمس أثارها الإيجابية خلال السنوات القادمة في ظل هذه الأزمات التي تحدث في العالم؟ المشروعات القومية يعني قدرت طبعا الفترة الماضية تبقى لتصريحات رئيس الوزراء ان هي تقدم اكثر من حوالي 5 مليون فرصة عمل. صحيح. بجانب كمان ان هذه المشروعات كانت متنوعة ما بين كافة القطاعات، يعني من الظلم ان احنا نقتصر المشروعات القومية في مشروعات الطرق والمواصلات فقط، ولكن هي كانت مشروعات متنوعة ما بين قطاع الزراعة والصناعة ومشروعات مرتبطة بقطاع الطاقة والبنية التحتية، فبالتالي عملية التنوع دي قدرت ان هي في مجملها تساهم في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، قدرت ان هي كمان المشروعات دي ما كانتش بتقوم بيها الحكومة وحدها ولكن بالتعاون مع القطاع الخاص وعديد من الشركات المصرية الخاصة اللي كانت بتدخل في تعاون مع الحكومة لإقامة هذه المشروعات. وكمان النقطة الثالثة ان في فترات سابقة كان الوضع بالنسبة للاقتصاد المصري اللي كان بيقوم بعديد من الاصلاحات الاقتصادية لمعالجة تحديات كبيرة جدا ما كانش لدى البعض في القطاع الخاص الشجاعة الكاملة ان هو يدخل ويستثمر استثمارات طويلة الاجل او مشروعات ضخمة، فعشان كده كان لازم الدولة تبدأ بمشروعاتها القومية تقدر ان هي تهيئ مناخ الاستثمار، ودلوقتي احنا بنشوف ازاي ان الدولة تبتدي ان هي تعمل نوع من انواع التخارج، وكمان مش عملية تخرج غير مدروسة، ولكن احنا يمكن شفنا وسمعنا ازاي ان فخامة رئيس الوزراء اكد على ان احنا بندرس تجارب العالم كله بحيث ان احنا نشوف ايه القطاعات والمشروعات اللي ممكن ان احنا نتخرج منها كحكومة، وايه المشروعات الثانية اللي لابد ان تستمر تحت مظلة الحكومة وإداراتها، فبالتالي هي عملية كمان مدروسة بحيث ان احنا نعظم الاستفادة بشكل كبير في التعاون ما بين الحكومة وبين القطاع الخاص، لكن تظل المشروعات القومية هي كانت مشروعات لها دور مهم جدا داخل الاقتصاد المصري، لا احد ينكر ذلك في وقت تداعيات كورونا لما العالم كله كان بيغلق والقطاع الخاص كان بيغلق مصانعه، كانت المشروعات القومية مستمرة وكان إنتاجها مستمر وكانت الوظائف فيها مستمرة، لم يتم تسريح أحد العاملين، فدي كلها نقاط مضيئة يعني ما نقدرش ان احنا نغفلها وما نقدرش ان احنا ننساها. وفي السنوات الأخيرة أيضا دكتور علي، مما لا شك فيه ان ترتيب الأوراق والملفات والخطط أصبح واضحا، ويعني الخطة أصبحت معروفة وموضوعة ولا خطأ فيها، ربما ذلك أيضا كان واضحا من خلال الأسئلة المختلفة من قبل الصحفيين التي كانت تدل على القلق الذي هو موجود في العالم كله من الناحية الاقتصادية وردود أفعال الوزراء والإجابات على هذه الأسئلة. أكيد إحنا شفنا يمكن كان في هناك تساؤلات كتيرة جدا، يمكن أنا بشوف إن الجزء المتعلق كمان بالقمح ده كان يمكن من الملفات اللي تم إطلاقها، واللي يمكن شفنا الحكومة كانت بتؤكد على إن هناك خطة للوصول لحوالي 65% كاكتفاء ذاتي، وإن 35%. دكتور علي اسمح لي أني أستوقف حضرتك في نقطة القمح تحديدا، لأن يمكن رد الدكتور علي مصلحي تحديدا في هذه النقطة كان رد ربما يكون مطمئنا بشكل كبير عما نراه في كافة دول العالم، يعني عندما سئل عن استيراد القمح قال نحن لسنا في حاجة إليه في هذا التوقيت، وهذا رد ربما يعني دول كثيرة من دول العالم تفتقد في هذا التوقيت. بالضبط، أنا بتفق مع حضرتك تماما، يمكن حتى السيد وزير التموين أكد على هذا الأمر، إحنا بنتحدث عن خطة الدولة عموما في عملية الإنتاج والاستيراد، إحنا ما نتحرك عليه للوصول لحوالي 65% ويتبقى لدينا 35%، ويمكن حتى السيد وزير التموين أكد على أن احتياج مصر أكيد للقمح في الفترة القادمة لكن مش هذا العام، احنا يمكن احتياجاتنا بالنسبه للعام الحالي بجانب طبعا ما يتم تزويده محليا يغطي احتياجاتنا، لكن احنا بنتحدث بالنسبه للفترات القادمه وازاي ان هناك اسواق عديده تم الاتفاق معها بالفعل وان لا توجد اي مشكله
بالنسبه لعمليه تزويد القمح للاقتصاد المصري والدوله المصريه. وهنا كانت نقطه مهمه جدا، لان طبعا بترد على كثير من الاشاعات، بجانب طبعا الجزء كان خرج ب او متمثل في وقف تصدير القمح من جانب الهند، واللي يمكن حتى تم توضيح هذا الامر واستثناء مصر من هذا القرار. وبالتالي كان مهم جدا ان يتم عرض هذه الامور، لان طبعا احنا شفنا الفتره اللي فاتت كان هناك كثير من اللغط والاحاديث الغير صحيحه عن ملف القمح وملف الاقتصاد المصري، لكن طبعا تاكيدات الحكومه اليوم كانت مهمه جدا للمواطن قبل حتى ما يكون للمستثمر، لان يمكن حتى المستثمر بيبقى لديه خلفيه اقتصاديه او درايه بكثير من الامور، لكن مش كل المواطنين بيكون عندهم التفاصيل، لان هو بيستمد بعض معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي اللي في اغلبها بتكون معلومات مضلله. لكن فكره ان يكون عندنا مؤتمر بالارقام بمنتهى الشفافيه بالتوضيح بوجود المسؤولين ممثلين من وسائل الاعلام، اكيد ده كان مهم جدا ان يتم الرد على كافه التساؤلات. واحنا كمان شفنا يمكن معالي رئيس الوزراء تحدث بمنتهى الشفافيه ان هناك ازمه على مستوى العالم، هناك تاثيرات سلبيه على الاقتصاد المصري، سواء على مستوى المديونيه، على مستوى محددات التضخم وغيرها من النقاط الاخرى. ولكن تم التاكيد على نقطه مهمه جدا مرتبطه بفقه الاولويات، ازاي ان احنا هنرتب اولوياتنا في المشروعات القائمه ان هي يتم الاستمرار فيها. بالنسبه للمشروعات الجديده هنبتدي ننظر اليها مره اخرى، ونبتدي ان احنا نشوف ما نحتاجه في الوقت الراهن، لان احنا واضحين امامنا السيناريو الأسوأ على امل ان لا يحدث. نعم دكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد، جزيل الشكر لحضرتك. سنعرض الآن على حضراتكم هذا التقرير، حيث باشرت لجنة المسار الدستوري الليبي اجتماعاتها في القاهرة من جديد بحضور وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، وتستهدف الاجتماعات الوصول لصيغة توافقية حول المسار الدستوري المنظم للانتخابات الليبية المنشودة. بعد هذا التقرير فصل قصير، وتستأنف هذه التغطية أو يستأنف هذه التغطية معكم الزميل شادي شاش والزميلة ريهام السهلي. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. من جديد يعود وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين للالتقاء في القاهرة لتسوية بعض النقاط المرتبطة بالإطار الدستوري المنظم للانتخابات داخل الأراضي الليبية. الاجتماعات تعقد برعاية الأمم المتحدة وبحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية ستيفاني ويليامز، والتي استحسنت في بداية هذه الاجتماعات العودة للقاهرة من جديد لاستئناف المشاورات. أشكركم على حضوركم هنا معنا اليوم. لقد تحدثت مؤخرا مع قيادة المجلسين، ويجب أن أنوه بأنني أقدر دعم مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة لهذه المبادرة التي تيسرها الأمم المتحدة، كما أثني على مشاركتكم والتزامكم بالعودة إلى طاولة المفاوضات
لمعالجة هذه المسألة بالغة الأهمية المتمثلة في تحديد الإطار الدستوري اللازم للانتخابات الوطنية. وعلى مدار سنوات الأزمة الليبية حرصت مصر على التأكيد الدائم بأن التسوية الحقيقية لهذه الأزمة تكمن في حل ليبي ليبي وبما يتوافق عليه الليبيون أنفسهم، بما يضمن الحفاظ على أركان الدولة الليبية ويصون سيادتها ووحدة مكوناتها الاجتماعية والمؤسسية. واستمراراً لهذا النهج الداعم من القاهرة لمسار التسوية الليبية الليبية، فقد استضافت مصر وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر أبريل الماضي، وهي الاجتماعات التي اختتمت بالتأكيد على تحقق عدد كبير من النقاشات بين أعضاء الوفدين للوقوف على النقاط الفنية المرتبطة بتسوية النقاط الخلافية التي تخص المسار الدستوري، آخذين في الاعتبار التأكيد على أن الحل النهائي لكل المراحل الانتقالية في ليبيا بكل أعبائها يكمن في انتخابات رئاسية ونيابية متزامنة. وقد اتفق المجتمعون في ختام اجتماعاتهم تلك والتي استمرت أسبوعا كاملا على العودة للقاهرة من جديد لاستكمال هذه المشاورات، وهي المشاورات التي بدأت الآن إذن بذات تشكيل الوفدين اللذين جرى اختيارهم وحضروا إلى القاهرة. كانت اجتماعات أبريل للجنة المسار الدستوري قد اتفقت على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، كما تمخضت عن تلك الاجتماعات لجنة معنية باستقبال المقترحات والتصورات الخاصة ببعض النقاط الفنية. وقد عكفت اللجنة ومنذ ختام اجتماعات القاهرة الماضية على استقبال المقترحات وتلقي الملاحظات الخاصة بأبرز البنود التي قد تطرح خلال هذه الاجتماعات ضمن المنهج الدستوري الذي ستجرى على أساسه الانتخابات الليبية. أحمد أبو زيد، إكسترا نيوز.